الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة، الحاضنات لأطفالهن اليتامى، مشروع مرسوم تمت المصادقة عليه خلال الاجتماع الأسبوعي المنعقد لمجلس الحكومة برئاسة رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش. يهدف هذا المشروع إلى سن تدابير مؤقتة تتعلق بالاستفادة من الدعم المباشر للنساء الأرامل في وضعية هشة الحاضنات لأطفالهن اليتامى، وذلك من أجل الملائمة مع أحكام القانون رقم 72/18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات ومقتضيات المرسوم رقم 22/923 المتعلق بتحديد عتبة نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض. مجلس الحكومة صدق على مشاريع مراسيم يتعلق مشروع المرسوم الأول بدعم صندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، بالإضافة إلى مشروع مرسوم يتعلق بتحديد شروط منح ضمان الدولة لتغطية السيولة الاستعجالية، ومشروع مرسوم يتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي. يتضمن هذا المشروع مقتضيات تحدد مسطرة إيداع ودراسة طلب الحصول على الاعتماد من أجل تنظيم العمل التطوعي التعاقدي والمتخصص منه، وكيفيات تأليف وسير اللجنة المحدثة والتي سيعهد إليها بدراسة ملفات هذه الطلبات. كما يحدد هذا المشروع شروط الولوج إلى العمل التطوعي التعاقدي ولائحة الأعمال والأنشطة التي لا يمكن أن تكون موضوع عقدي التطوع التعاقدي نظرا لخطورتها على سلامة وصحة المتطوع المتعاقد. وفي معرض رده على أسئلة صحفيين خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى بيتاس بأن حصول المغرب على خط ائتماني بقيمة 5 ملايير دولار مؤشر على ثقة المؤسسات الدولية في متانة الاقتصاد الوطني. في نهاية أشغال مجلس الحكومة تمت المصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.